أعزائي المصممين إزيكم؟ كل المشاهد اللي موجودة قدامكم دي تطبيق على ورشة النهاردة، هنتعلم إزاي نعمل كل الكلام ده كله. ازيكم؟ في ورشة النهاردة هنتكلم عن الـ V-Ray 5 New Features، المميزات الجديدة اللي تم إضافتها للـ V-Ray 5 بحيث إن هي تسهل مساحة العمل. هنكون شغالين على أربع محاور أساسية في الوركشوب. أول حاجة فيها هي الـ New V-Ray Frame Buffer والتحديثات اللي اضافت والإنترفيس الجديدة اللي بقت موجودة في الـ V-Ray Frame Buffer. تاني حاجة هنشرح الـ Light Mix وهنطلع أكتر من سيناريو للإضاءات المختلفة. هنشرح كذلك الـ Light Gene وإزاي إن احنا نخلي الـ V-Ray يولد لايت سيناريو سواء للانتيريور او للاكستيريور، وطبعا هنختتم الوركشوب بالفي راي فيجن وهي اعظم خاصيه تم اضافتها وهي الريل تايم انجن وازاي ان احنا نعمل انيميشن ونطلع صوره 36 ديجري. لو ما اشتركتش في القناه اشترك دلوقتي عشان توصلك كل الوركشوبس الجديده اللي احنا بنعملها. دي تكاد تكون افضل اضافة في V-Ray 5 الجديد وهي في الحقيقة طفرة في الريندر والبوست برودكشن. تعالوا في البداية نشوف ازاي نقدر ان احنا نضيف الخاصية دي. هبدأ ان انا افتح V-Ray Assist Editor وابدأ ان انا اضغط على الريندر Elements وابدأ ان انا انزل لتحت وابدأ ان انا اضغط على حاجة اسمها Light Mix، فهي عبارة عن ريندر Elements وهنبدأ ان احنا نشوف الدور او الوظيفة بتاعتها في V-Ray Frame Buffer. لكن في البداية تعالوا نضغط ان احنا نضغط على الريندر ونستنى المشهد ان هو ينتهي، بعد كده نبدا ان احنا نشوف تفاصيل بتاعه الايه اللايت ميكس. بعد الانتهاء من الريندر هبدا ان انا اجي عند القائمه هنا، هلاقي حاجه اسمها سورس لايت ميكس وهبدا ان انا احطها على لايت ميكس مش ار جي بي او غيره، بحيث انه يبدا ان هو يظهر لي القائمه دي. القائمه دي بقى الخاص بتاعتها ايه؟ ده بيظهر لك كل انواع الاضاءات اللي موجوده والشده او الانتنسيتي ايه بتاعتها. يعني مثلا انا لو جيت مثلا على اول ورحت جاي طافي كده، هنلاقي ان كل مصادر الاضاءه اللي موجوده في الشيب بتاعنا او الموديل اللي احنا شغالين عليه اختفت. لو انا جيت مثلا فعلت الريكتانجل نفس الشكل كده، يبقى ده اضاءه الريكتانجل مؤثره على المشهد كله وباقي الاضاءات اللي موجوده اختفت زي ما انتم شايفين هنا وهنا اهو. تعالوا كده ان احنا نبدا بقى نغير في الاضاءات ايه نفسها. يعني انا ادي عندي كده، ده لو طفيت الايه الريكتانجل والوحدتين بتوع الاضاءه اللي موجودين ايه شغالين نفس النمط كده، نفس النمط اقدر ان انا اطفي واشغل اكتر من وحده اضاءه موجوده. فده طبعا بيخليك ان انت تقدر تعمل بوست برودكشن ادفانس جدا وفي نفس الوقت سريع، ان انت حتى الاضاءه بتاعتك في المشهد لو مش مظبوطه تقدر ان انت تظبطها. افضل حاجه في الموضوع ده ان انت تقدر تجنريت لايت سيناريوز مختلفه في الريندر بتاعك، وده هنشوفه في التفاصيل الجايه ان احنا نقدر ان احنا نطلع اكتر من لايت سيناريو مختلف للشوت نفسها بطريقه اخراج ايه مختلف. طيب تعالوا كده ان احنا نرجع كل الايه الاجزاء بنفس الشكل الاتي كده. يبقى اول خاصيه ان انا اقدر ان انا اظهر واخفي اللايتس اللي موجوده بتاعتي من الفي راي فريم اب بفر، وفي نفس الوقت الكلام ده يتغير انستنت في الموديل ايه بتاعي. تاني حاجه تعالوا كده مثلا نطفي اللايت ريكتانجل وهاجي مثلا عند السفير بنفس الشكل ده كده، اقدر ان انا اجي عند الانتنسيتي وابدا ان انا اغير من 3 مثلا من 1 ل 3، فهنلاحظ ان شده الاضاءه بتاعت الشكل بدات ان هي تكون ايه اقوى. لو انا مثلا جيت هنا اهو ده شكل السين وجيت قلت لا انا عايز اخلي دي 5، فهنلاقي ان هو خلاص انت بقى عندك قدره كمان ان انت تقدر تتحكم في اللايت بتاعك والانتنسيتي بتاعته، ان انت تقدر تعليها وتنزلها بنفس الايه الشكل الاتي. مش بس كده، ده احنا هبدا ان انا اطفي ده وده وهشغل الريكتانجل. مش بس ان انت تقدر تتحكم، هنلاقي هنا خانه بيضاء نقدر ان احنا نضغط عليها بنفس الشكل الاتي ده كده، هنلاقي ان احنا نقدر اصلا
نغير الكالر بتاع الايه الاضاءه والكلام ده يا جماعه كلام وهمي جدا، لان هو هيساعد في يعني في خلال المراحل اللي جايه كتير جدا في البوست برودكشن او غيره، او ان انت تعمل الشوت او تأديت الشوت بعد الريندر لو مش مظبوطه معاك، فده هي يعني هيسمح لك ان انت تقدر تكستمايز يعني حاجات كتير جدا في المشاهد، وتقدر ان انت تطلع نتائج مختلفه مش بس ايه مشهد واحد. واحسن حاجه في الموضوع ده ان الكلام ده ريل تايم، يعني انت بمجرد ما تضغط وتعمل سيف هتلاقي ان المشهد ايه طلع معاك. طيب تعالوا بقى نرجع المشهد زي ما كان، وتعالوا نشوف لايت سيناريوز مختلفه احنا هنبدا ان احنا نعملها ونوريكم السيتنج بتاعتها. يعني احنا هنبدا ان احنا ادي الشوت الاولى، تعالوا نشوف شوتات تانية نقدر ان احنا نعملها، وهنخلي السيتنجز موجوده على الايه الشاشه، فتابعوا معانا الكلام ده. طيب اول مشهد معانا احنا بس عملنا اديت ما غيرناش في السيتنج الاساسيه بتاعه البوست برودكشن او اللايت ميكس الموجوده، فده السيناريو الاول اللي هو احنا مظبطين عليه السيتنج. طيب السيناريو الثاني هنلاقي ان احنا طفينا الريكتانجل لايت خالص، علينا الانتنسيتي بتاعه السفير لايت الاولى ل3 وغيرنا الكالر بتاعها، والسفير لايت الثانيه غيرناها ل1.5. السيناريو الثالث هنلاقي ان احنا خلينا الريكتانجل لايت غيرنا اللون بتاعها، والسفير لايت غيرنا اللون ورفعنا الانتنسيتي ل2، والسفير لايت الاولى غيرنا الانتنسيتي ل3 وبرضه غيرنا اللون ايه بتاعها. السيناريو الرابع هنلاقي ان احنا غيرنا ريكتانجل لايت ورفعنا الانتنسيتي ل1.5، والسفير لايت الثانيه ل1.75 وغيرنا اللون كذلك، والسفير لايت الثالثه غيرنا اللون ورفعنا برضه الانتنسيتي ل3. اخر سيناريو هنلاقي ان احنا قللنا الريكتانجل لايت ل0.1 وغيرنا اللون ورفعنا الانتنسيتي بتاعه السفير لايت ل5، والسفير لايت الاولى او رقم 1 ل15 وبرضه غيرنا الالوان بتاعتنا عشان تدينا الايه النتائج دي. طيب في خاصيه لايت جين بقى بتقول لك ان هي هتعمل لك جنريشن للايت سيناريوز. اول حاجه تعالوا نفتح الخاصيه نفس النمط الاتي ده، كده هيكون عندك الاختيار الموديل بتاعك اكستيريور ولا انتيريور. في الحاله بتاعتنا هيكون انتيريور. طيب حاله ان هو اكستيريور بيكون عندك سان اند سكاي، وعندك الاتش دي ار اي ان هو يولد من ايه من ده او من ده. طبعا هو بيستخدم من المكتبه بتاعته فبيجنريت اكتر من لايت ايه سيناريو للجهاز. طب انا قصاد الفيتشرز اللي موجوده قدامي عندي 9 وعندي 18، ده الماكسيمم بتاع الانتيريور ان هو يولد لي 162 فاريشنز اللي هي ايه تقدر ان هي تطلع لي الايه الحاجه. نفس النمط عندي هنا، على عكس بقى الاتش دي ار اي انا عندي يقدر يولد اب تو 630 لايت سيناريو مختلف. يعني انت عندك لو اكستيريور تقدر يعني هو يقدر يكريت لك لحد 630 لايت سيناريو للمشهد ايه بتاعك. طيب في الانتيريور 162 احنا هنجنريت ال 162 وهنسيب الجهاز. طبعا الجنريشن ده بياخد وقت كتير جدا على حسب برضو قدره كل جهاز، بس احنا اخترنا ان احنا نعمل 162 عشان نوريكم كل الفاريشنز اللي هو يقدر ان هو يكريتها بالنسبه للايه للمشهد بتاعنا. المشهد احنا فتحنا بس في فتحه شباك وحطينا شجره من بره، وبعدين هنبدا ان احنا نضغط جنريت ونسيبه جنريت، بعدين نيجي بقى نبص على الايه الفاريشنز اللي هو ايه عملها. طيب بعد انتهاء اللايت جنريشن بنفس النمط او الطريقه اللي انتوا شايفينها دي كده، بيكون بقى عندنا ان احنا نطبق الكلام ده. بس لازم نفهم انه اللايت جنريشن بيكون شغال على السن
بالسكاي طبعا وال HDRI، مش على الإضاءة الداخلية. يعني هو مفيش إن هو يجنريت الإضاءة الداخلية، لا هو بيولد الثلاث حاجات اللي فاتوا دول، وفي نفس الوقت أنت بقى بتبدأ إن أنت تشتغل على الإضاءة الداخلية. طيب عشان تبدأ إن أنت تلود حاجة منهم، تعالوا نشوف. هبدأ إن أنا أشغل Interactive Render بنفس الشكل الآتي ده كده أهو. طيب أنا عايز بقى أولد او اجنريت واحد مثلا من اللايتس اللي موجودة دي اهو. خلاص كده مثلا معايا حاجة. طيب هبدأ مثلا ان انا اجي مثلا على ده، انا عايز مثلا لايت سيناريو ده اشوف، هضغط عليه دبل كليك. نفس الوقت هتلاقي ان هو بدأ ان هو يلود السيتنج بتاعت اللايت دي على المشهد بتاعنا. ادي اهو بنفس الشكل ادي كده اهو. لو جينا نزلنا اهو عندي الراينو دوكيومنت سان، بحيث ان هو يلود كل حاجه، تبقى كل حاجه يعني هنا اكتف اهو. ممكن انزل مثلا على لايت سيناريو تاني اهو، اضغط عليه بنفس الشكل الاتي ده كده، هيلود على طول اللايت سيناريو بشكل كامل، وابدا ان انا اديله الوقت. فانا من اللايت سيناريوز اللي انا بشوفها دي كده ببدا ان انا ادي بس دبل كليك، بحيث ان هو يديني النتيجه بتاعت اللايت سيناريو. احنا دلوقتي هنرندر ثلاث شوتات انتيريور ونوريكم النتائج بتاعتها لللايت سيناريوز المختلف، فبعد ما تنتهي في الرندر فتابعوا معانا. من الحاجات المهمة اللي لازم ناخد بالنا منها لما ببدأ ان انا اجي اضغط على اي سورس او من الثامنايلز اللي هي اتعمل لها جنريشن باللايت جين، ان هي بتطفي كل الاضاءات اللي في المشهد. يعني زي ما انتم شايفين كده السفير لايت والريكتانجل لايت اطفوا. تعالوا كده اهو نفعلهم تاني اهو، وهاجي مثلا هاخد ايا كان ثامنايل مثلا بنفس الشكل الاتي. زي ما لاحظتوا كده هتلاقيه ان هو بيشغل الراين دوكيمنت سان، او على حسب لو كان سكتش اب هيشغل السكتش اب سان، واللايت جين دوم دي هو اللي بيكريتها عشان تكون شغال. في نفس الوقت انت لو عايز تحفظ الريزلت، يعني انت ممكن تجنريت النتائج دي كلها بعدين تيجي تروح جاي عامل لها سيف، وتبدا ان انت تحفظ الفولدر، وفي نفس الوقت الفولدر ده تقدر ان انت تعمل له لود في اي وقت. يعني انت مجرد مثلا ما تعمل ريسيت مثلا هنا اهو، هتيجي تضغط لود مثلا اول انتيريور لايت اهو هيديني الايه ال 160. غيرت مثلا في السيتنج او الاعدادات اللي كانت موجوده برضو تضغط ريسيت. لو انت عامل حفظ مثلا لحاجه محدده تقدر ان انت تعمل لها اهو نفس الشكل ده كده اهو. تعالوا برضو نلود مثلا حافظ حاجات على الاتش دي ار اي اهو، نتائج مثلا محدده، النتائج كلها مثلا بالليل. فبيدي لك مجموعه واسعه جدا من الفاريشن اللي انت ممكن ان انت تشتغل عليها. دي من الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها. في نفس الوقت احنا بنفضل بعد التحديث الجديد ان احنا نخلي الاضاءات بلون ابيض، يعني كل الاضاءات كده بتكون لون ابيض. ليه؟ عشان لما نيجي على اللايت ميكس في الفي راي فريم بافر يكون عندي سهل جدا. تعالوا كده سهل جدا ان انا اغير في الاضاءات، لان لو هي لون هيكون اوفرلاي وهيكون هنحتاج يعني سيتنج كتير في البوست برودكشن، على عكس اللي هو مثلا اللي موجود دلوقتي. انت دلوقتي على طول بتبدا ان انت تنزل بتلاقي اللون بيتغير معاك انستنت. فدي من الحاجات المهمه اللي لازم ناخد بالنا منها جدا واحنا شغالين. هيكون موجود معانا ثلاث اوضاع، كل وضع موجود فيه ثلاث صور، بحيث ان احنا نقدر ان احنا نقارن الفولي كاستمايزيشن في الجنريت او اللايت جنريت ما بينه وما بين اللايت ميكس، ان احنا نقدر نطلع نتائج ايه. فهنلاقي في كل وضع موجود اوريجينال فوتو، وهي دي الصوره الاساسيه اللي احنا خدناها لود من اللايت جين مباشره. بعدين اللايت ميكس ده الايديت الاولي اللي احنا عملناه على الفوتو جنريشن او اللايت سيناريو اللي احنا ولدناه من اللايت جين. لايت ميكس 2 احنا طبقنا سيناريو تاني للاضاءه مع الاحتفاظ طبعا باللي هو الحاجات الاساسيه زي الانفايرمنت والدوكيومنت ساين والكلام ده كله، بس عملنا برضو كاننا عملنا سيناريو تاني لللايت ميكس. فهنلاقي الكلام ده كله موجود على ثلاث اوضاع، كل صوره فيهم او كل وضع فيه ثلاث صور، فتابعوا معانا. الوضع الاول زي ما انتم شايفين هنلاقي فيه باترن في الخلفيه خاصه بالشمس، ففي الاوريجينال فوتو ومعانا اللايت ميكس الاول واللايت ميكس الثاني. ده اديتنج بسيط احنا اشتغلنا عليه بحيث ان احنا نعمل اكتر من سيناريو، بحيث ان هي توصل لسينيماتيك، وبعض الاحيان هنكون فيها اديتنج دراماتيك موجود في في الوضع ده. في الوضع الثاني هنلاقي ان الاوريجينال فوتو الاكسبوجر كبير قوي، فاحنا عملنا في اللايت ميكس ان احنا قللنا الاكسبوجر ده شويه، وبدانا ان احنا نعمل لايتس خفيفه جدا بحيث ان هي تبلند وتدينا كان الاوريجينال فوتو بس تكون واقعيه شويه، وفي نفس الوقت عكس. على جزء اللايت ميكس 2 بقى لا، ضفنا الوان بحيث ان هي تدي حركه شويه للمشهد نفسه. في الوضع الثالث عندنا اوريجينال فوتو احنا اتعمدت ان انا اخليها ان هي تكون فاتحه، او لايت سيناريو يكون جاي على الاكسبوجر كامل بتاع المشهد، مش مدي اي
باترنز او غيره. جيت في اللايت ميكس الاول شغلنا بس الاضاءات مع الاخفاء بتاع الايه الاضاءه او الدوم لايت والاساسي. بعدين في اللايت ميكس الثاني قلنا ان احنا نحاول بقى ايه او نستخدم الفيتشرز بتاعه اللايت ميكس ان احنا نعمل سيناريو تاني للضوء، بحيث ان احنا نقدر نشوف ان التحويل دلوقتي ما بين النهار والليل بقى موضوع سهل جدا. فانا برضو حبيت ان انا احط ده في الوضع الثالث، بحيث ان المقارنه دي تكون واضحه ان انا حتى لو عندي الاوريجينال فوتو باكسبوجر مديها ان هي الصبح، اقدر ان انا احولها لمشهد مسائي وفي نفس الوقت اطلع نتيجه كويسه جدا، عن ان انا اكون شغال مثلا بجنريت مشهد ايه تاني مسائي للحاجه. في راي فيجن الاضافه دي يعتبر من اهم الفيتشرز اللي اضافت في في راي 5، وتعتبر اضافه ثوريه جدا، وهي عباره عن ريل تايم ريندر، ان انت تقدر تشوف كل التعديلات بتاعتك في نفس الوقت. اول حاجه نيجي للايقونه بتاعتها عشان نفعلها، ابدا ان انا اضغط على نفس الشكل نفس الطريقه دي كده، ايقونه الفي راي فيجن، هيبدا انه يفتح لي تاب جديده اسمها في راي فيجن، وهي الخاصه بالريل تايم ايه ريندر. هيجي لي اول حاجه اوبتمايزنج سين، هيبدا المشهد بناء على عاملين مهمين، اول حاجه تقل المشهد، تاني حاجه سرعه الجهاز بتاعك. طيب احسن حاجه بقى في الـ في الـ في الفي راي فيجن ان هو ريل تايم، وده كان موجود في سوفت ويرز ثانيه منافسه لفي راي وما كانش الكلام ده متضاف في الايه في الفي راي. يعني انا مثلا انا عندي لايت جين في الجنب هنا، لو جيت ضغطت مثلا على السيناريوز دي هلاقي ان اي تغيير بيحصل بقى موجود عندي انستنت او ريل تايم على الايه على الريندر اللي انا ايه شغال عليه. فزي ما انتم شايفين كده بقى عندنا اكتر من لايت سيناريو نقدر ان احنا نطبقه، اكتر من تعديل نقدر ان احنا يعني نغيره في الشكل بتاعنا، وفي نفس الوقت يكون عندنا الحاجات دي كلها ريل تايم ان احنا نقدر ان احنا ايه نبدا. فزي ما انتم شايفين احنا خدنا كوبي اهو من الشكل، ضاف لي فورا التعديل اللي احنا شفناه، نقدر ان احنا نقدر نزوم ان على يعني ايه التفاصيل التفاصيل زي ما انتم شايفين كده. مش بس كده، الكلام ده مفيد جدا جدا لو انت عندك كلاينت انت عايز توري الكلاينت يعني نسخه اوليه، وما تخشش على الباكت ريندر او الفاينل ريندر بتاعك وعايز توري له ده والله الشكل هيكون عندي كده. وفي نفس الوقت النافيجيشن سهل جدا، مش زي بقى الانتر اكتف ريندر ان انت بياخد وقت والكلام، لا انت تقدر زي ما انتم شايفين اهو انا اقدر ان انا اتحكم من الفي راي فيجن، او اقدر ان انا اتحكم من الايه من السوفت وير بتاعي سواء كان سكتش اب او راينو. فدي حاجه يعني او اضافه مهمه جدا جدا جدا، وهتساعد في كتير قوي من الايه الحاجه. طب احنا نقدر ان احنا نخش هنا على سيتنجز في فلاي مود مثلا اللي هي السرعه بتاعت الموفمنت جوه الايه السوفت وير نفسه. برضو عندي قوائم تانية مثلا مختلفه بتتحكم في الحاجات زي الجزء بتاع الشمس اهو زي ما انتم شايفين كده عندي هنا ده، وفي نفس الوقت عندي الاجزاء بتاعت النافيجيشن عندي هنا ان انا اقول له ان هو يكون ملائم للايه المساحه بتاعتي. يعني ايه بقى الجزء ده؟ تعالوا كده نتكلم على الجزء ده شويه. يعني انا عندي مثلا هنا وايد سكرين، خلينا نحطها مثلا سكوير. احنا لو جينا عدينا النسبه هنا من الريندر اوتبوت لي مثلا سكوير، فهتلاحظوا ان التعديلات اهي بتتم فورا مثلا بيكتشر، فبتبدا ان المساحه تبدا ان هي ايه تتغير. طبعا هنحتاج ان احنا نكون مصغرين الشاشه برضه عشان نشوف الايه التعديلات، يعني مثلا ما نكونش مكبرين الدنيا على اكبر حاجه برضه عشان نكون شايفين الايه كل التعديلات اللي بتتم، وبتتم فورا. دي بتتم من خلال الايه الباتم في المنطقه دي. طيب عندي هنا الشورت كاتس الاساسيه بتاعت البرنامج ان انا اقدر ان انا اعرف منها كل الحاجات زي النافيجيشن الحركه البروسيس الكلام ده كله. طيب عندي بقى الجزء بقى بتاع السيف، في خاصيه ممتازه جدا 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 وهي السفيريكال بانوراما، هي ان انت تعمل صوره 36 ديجري من المشهد بتاعك. انا مثلا هاجي كده وهقول له خلي لي الصوره ال 36 ديجري دي بدقه 8K، ماشي مش اتش دي بقى والكلام ده كله، لا بدقه 8K 8192 في 4096. طيب وهاجي بعد كده اقول له هسلكت الباث مثلا، انا هسلكت الباث مثلا على الديسك توب واسميها 222 وهضغط ايه اكسبورت. ده هيولد لك صوره 360 درجه انت تقدر تفتحها فورا، تقدر تابلود، تقدر توريها للكلاينت لو انت بتتعامل اونلاين كتير يقدر ان هو يشوفها الكلام ده كله. فالحاجات دي يعني اضافات مريحه جدا للناس وهي شغاله او المصممين وهي شغالين. هاجي اعمل تشوز فايل وهبدا ان انا انزل اختار اهو 222 ده فيور اونلاين بس بحيث ان هو يشغل لي بس الحاجه. فزي ما انتم شايفين اهو كده بقى عندي اهو 36 ديجري للمشهد او اللي هو الايه البانوراما. طبعا نقدر نشغله على اي ايه
فيور في سيتنج كتير طبعا محتاجه ان هي تتظبط، زي ما انتم شايفين كده هو اداني الحاجه اللي احنا ايه عايزين ان احنا نتكلم عليها. فدي من برضو من الحاجات المهمه. ممكن ما نعملش بقى اللي هي السفيريكال، نعمل سيف او اكسبورت لحاجه مثلا واحنا شغالين كده. يعني مثلا تعالوا كده مثلا نغير الاضاءه نفس الشكل الاتي ده كده اهو، وهاجي اروتيت، تعالوا نعمل اللي هو فان زوم ان هنا كده اهو، وانا والله مثلا عايز اخد لقطه زي دي او اعمل لها سيف، فانا هاجي كده اهو، ده من ريل تايم بقى، وهاجي عند الايمج اهو اختار الصيغه بتاعتها ايا كان انا عايزها ايه، بي ان جي، جي بي جي، تي جي اي او اي اكس ار، انا هسيبها ان هي تبقى بي ان جي. عندي بقى حاجه اسمها ريزوليوشن مود فروم فيجن ويندو او فروم بروجكت. فروم بروجكت ده يعني انا هاخد السيتنج الاساسيه اللي موجوده عندي هنا في الاسيست ايه اديتور اللي هي كام 800 في 450. يعني معنى كده ان انا لو ابديت دي مثلا ل 2000 بنفس الشكل الاتي كده، لاحظتوا ايه اللي حصل على طول في الفي راي فيجن ريل تايم، على طول عمل ايه، عمل تحديث للايه للحاجه. تعالوا كده برضو نرجع نزوم ان اهو تاني، نلاقي بقى عندنا برضو تفاصيل كويسه جدا لحد ان انا اضغط كده، فده عندي فروم بروجكت اتعدلت بقت ماتش للايه للبروجكت نفسه. فروم في راي فيجن طبعا انت بتتحكم في السايز ملتيبلاير من خلالها لحد دقه بتوصل لحد ايه 8K مثلا، انا سميها برضو بلاش 2 هسميها مثلا 3 3 3 اهو، وهدي اكسبورت وهستنى ان هو يعمل اكسبورت، وبعدين اجي ابص بقى على الريزلت اللي طلعت دي شكلها عامل ازاي. فالريل تايم باختصار هيكون بيساعدك ان انت تعرف العميل على الحاجه قبل ما توصل للفاينل ريندر، يشوف البتاع، تحدد الاضاءه وانت شغال برضو، تحدد انهي لايت سيناريو مناسب بالنسبه لك والكلام ده كله اهو. تعالوا كده نفتح الصوره، الصوره دقتها كويسه، الصوره مش وحشه خالص، الصوره بالعكس اللي انا شايف الكواليتي بتاعتها ممتازه جدا بالنسبه لحاجه ريل تايم وبتطلع من الفي راي بالسرعه دي. فدي اضافه يعني هتفرق كتير جدا جدا في الماركت، وفي نفس الوقت البرزنتيشن هيكون اسهل ان انت تقدر تعمل حاجات كتير من خلال الفي راي فيجن. على واحدة بقى من أهم الخواص جوه الفي راي فيجن وهي الريل تايم انيميشن، ودي حاجة يعني كل اليوزرز بتوع الفي راي كانوا مستنينها من زمان جدا، ان انت الانيميشن كان بياخد وقت ساعات طويلة جدا جدا حتى على ورك ستيشن واجهزة بي سي قوية وريندر فارمز كمان. طيب فانا بقى انا مجهز مثلا هنا انيميشن بسيط ان هو يعمل روتيشن، فببدا ان انا اجي عند الفي راي اسيست، الكلام ده برضه ينطبق على السكتش اب وعلى الراينو مفيش اي مشكلة، انت بتعمل الباث بتاع الانيميشن بتاعك، هتبدا ان انت تفعل هتلاقي ان ظهر ايقونه صغيره كده ان بيقول لك انه دلوقتي الكلام ده هيكون موجود في الايه الفي راي فيجن طالما انت فعلت الايه الانيميشن. فهبدا ان انا اضغط على الفي راي فيجن. تعالوا كده بقى نبدا ان احنا نتابع ازاي هنطلع اكسبورت انيميشن في دقائق، يعني مش هنقول بقى ان هو كان بيوصل بعض الاحيان في ايام وساعات طويله جدا، وده مش على الاجهزه العاديه، ده اجهزه قويه جدا. فالكلام ده بقى هنشوف بقى ازاي ان احنا نقدر نطلع الكلام ده كله في ايه في دقائق بسيطه. طيب زي ما انتم شايفين كده بقى في اختلاف، وعندي ليبل تايم لاين تحت صغير، لو جيت مثلا ضغطت عليها يبدا ان هو يوري لي الفريمز بتاعه الايه الانيميشن او الحركه الاساسيه اللي احنا ايه عاملينها. هبدا ان انا اجي عند سيف، هتختار طبعا فروم فيجن ويندو او البروجكت على حسب الريزوليوشن مود اللي انت عاوزه او الاوتبوت بتاع الفيديو، تمام. طيب انا مثلا هخليه على هو نفس النمط كده، وهبدا ان انا اقول له مثلا خلي لي الفيديو ده بدقه 5K مثلا نفس الشكل الاتي ده كده، واقول له ان الفريمز فريم بير سكند خليها 60 فريم، يعني احنا حاطين حاجه تقيله جدا. وهاجي عند حاجه اسمها اكسبورت انيميشن وهبدا ان انا ايه افعلها، هبدا ان انا اجي هنا اختار، انا حاطط فيديو اهو فيديو انيميشن وهسمي ده مثلا رقم ايه اللي هو الانيميشن هيتسمى الصور بقى اللي هتطلع، وهعمل بنفس الشكل الاتي كده وهبدا ان انا اضغط ايه اكسبورت، هيبدا يجيب لي تحت كده لاي اوت، ايوه زي ما انتم شايفين كده انيميشن اكسبورت ان بروجريس، الحركه اللي موجوده كده كاني برندر على مثلا ادوبي بريمير مثلا او حاجه، الريندر فعلا سريع جدا، هنا مفيش اي سبيد اب للفيديو، ده الريندر ريل تايم، يعني انتم زي ما انتم شايفين كده اهو هو كده بيرندر وبيديني الايه الريزلتس. يعني انا دلوقتي بعد ما بيخلص هنفتح الفايل نشوف هو رندر كام صوره، طبعا زي ما قايلين حاطين سايز ملتبلاير على 5000 يعني تقريبا 5K، وحاطين الفريم 60، يعني احنا حاطين برضو فيتشرز عاليه او اوتبوت عالي مش اوتبوت سهل. نفس الاوتبوت ده لو ترندر على في راي
الاصدارات القديمه كان هياخد وقت كتير جدا جدا، زي ما قلنا الفي راي فيجن يعني جزء كبير جدا من استخدامه بيكون مع العملاء، ان انت توري العميل بتاعك الحاجه قبل ما تبدا ان انت تخش على الايه الفاينل ايه ريندر، بحيث ان هو لو عنده اي تعديل عنده اي حاجه تبدا ان انت تعدلها في الريل تايم بسرعه، ما تكلفكش وقت وفي نفس الوقت ما تكلفكش اي مجهود، وفي نفس الوقت ان انت تطلع انيميشن لبروجكت كومبليكيتد جدا الكلام ده ممكن ياخد منك دقايق، يعني احنا نقول لو سيتي مثلا معقده جدا ممكن ما تاخدش نص ساعه ربع ساعه على الريزوليوشنز العاديه كمان مش ال5K والاف بي اس مثلا حاطينه على 60. طيب احنا برضو مستنيين ان الريندر اهو يخلص عشان نيجي نبص على عدد الصور اللي هو رندرها او الاوتبوت اللي هو طلعه كام صوره. في نفس الوقت زي ما شايفين كده احنا يعتبر ما كملناش اعتقد 3 دقائق او 5 دقائق هنعرف برضو هو اخد فتره قد ايه، بس هو خلاص قرب ينتهي اهو، وهبدا ان انا افتح الفايل وابدا ان انا ابص على الايه الانيميشن. هو كده خلص اهو الانيميشن، هبدا ان انا اصغر افتح الفيديو انيميشن وابدا ان انا ابص رندر 397 صوره ريل تايم. الصور دي كلها اهو لو جيت مثلا من اول صوره نفس الشكل ده كده، طبعا احنا بنشغل الفيديوز تقدر تعملها على بريمير على كامتازيا او على الفوتوشوب ان انت تشغل الايه الانيميشن. اهو انا كده بغير الصور بسرعه فبيدي لك الانيميشن، طبعا عشان تغيير الصور مدي لك الحركه دي بطيئه، لكن كل الكلام ده انت تقدر تستخدمه طبعا في الايديتنج او المونتاج بتاع الفيديو وانت بتجمعه، يعني كل الكلام ده يعني ممكن يتعمل على فوتوشوب زي ما قلنا او بريمير او اي سوفت وير تاني بيكون خاص بالفيديو. طبعا الفيتشر دي مهمه جدا ومن الفيتشرز المهمه اللي احنا كان لازم نتكلم عليها في الفي راي 5، لان هي هتسرع وتساعد المصممين في عمليات كتير جدا. وفي نهايه الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناه، تشيروا الفيديو مع الناس اللي لسه ما شافتش الابديتس الجديده، واشوفكم في دروس الجايه. في الحقيقة واحدة من أهم التحديثات في V-Ray 5 هي الانترفيس الجديدة لل V-Ray Frame Buffer. فزي ما انتوا شايفين الـ UI انترفيس بتاعتنا اختلفت تماما عن التصميم القديم اللي كان موجود، وفي نفس الوقت في فيتشرز جديدة بقت متاحة. طيب مبدئيا عشان نعرف الشورت كاتس الجديدة هبدأ ان انا اجي عند اوبشن وحاجة اسمها VFB اللي هي اختصار لل V-Ray Frame Buffer. لو انا عايز افعل الهيستوري هضغط على Enable هيبدأ ان الهيستوري يظهر لي في القايمة اللي موجودة هنا دي كده. طيب وفي نفس الوقت هنا هاجي عند حاجه اسمها شورت كاتس، هلاقي هنا الشورت كاتس بتاعه البرنامج الكامله الكوماند ايه والشورت كات بتاعها ايه، بحيث برضو ان تسهل العمليه واحنا ايه شغالين على الانترفيس الجديد. طيب من اهم بقى الحاجات اللي موجوده عندي ان التعديل كله او الكاستمايزيشن كله بقى عباره عن لايرز، فانا هبدا ان انا اجي عند الديسبلاي كوريكشن وابدا ان انا اضغط كليك يمين، فانا هلاقي خواص جديده بقت موجوده معايا. من اهم الخواص دي حاجه اسمها نيو لاير، وهي ان انا اقدر اضيف اديت على الشيب الاساسي بتاع الايه الكتله اللي موجوده عندي او السين اللي موجود. من اهم الاديتس هي الفليمك تون ماب، وده بيستخدم لان انا عايز اعمل حاجه سينيماتيك، فزي ما انتم شايفين كده ده قبل وده بعد، ويبقى عندي مجموعه من السيتنج هنا اقدر ان انا اعدل فيها. تعالوا كده مثلا نبدا ان احنا نظبط السيتنج اهو، بحيث ان احنا نحاول نوصل لشكل او حاجة تكون ايه مناسبة معانا اهو. الوايت تون مثلا كده هنكون، فنيجي بقى نشوف لو انا جيت خفيت ده واظهرته تاني فهنلاقي في فرق كبير جدا ما بين الايه الحد. مش بس كده، ده احنا نقدر ان احنا نضغط على برضو نيو لاير نبدأ نيجي نظهر حاجات زي الوايت بالانس او الحاجات اللي موجوده في القائمه، ومجرد ما انت تيجي تقف عليها يبدا ان هو يظهر لك الايه السيتنج. فانا ممكن ان انا اجي اهو زي ما انتم شايفين كده نبدا ان احنا نقيد. وطبعا الخواص الكامله بتاعه اللايت ميكس والكلام ده هنبدا ان احنا نشوفه في الايه الفيتشرز بتاعه اللايت ميكس، وموجوده برده في الورك شوب بتاعه ايه النهارده. طيب في حاجه برده مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها، ان انا الكاستمايزيشن ده بقى ايه متاح ان انا اقدر اعدل كل الحاجات، فاحنا برده بقدر كبير جدا هنقدر ان احنا نستغنى عن البوست برودكشن اللي كان بيتم على الايه الفوتوشوب. يعني تدريجا V-Ray بدأت تبدأ ان هي بتحاول تدريجيا ان هي تستغنى عن اي سوفت وير تاني تبدأ ان انت تستخدمه في الايديتنج. فنلاحظ مثلا حاجة زي ان انا دلوقتي اقدر ان انا اجي مثلا اعمل نيو لاير وهاجي مثلا استخدم باك جراوند، وهاخد مثلا الصورة دي
وهبدأ ان انا مثلا اخد الايه فايل نويز، وهبدأ ان انا اعمل له ايه as for ground. يبقى انا كده حطيت لاير فوق. اللاير دي انا اقدر اعمل لها بلند من اللي هو البلند مود زي الفوتوشوب بالظبط، يعني انا اقدر اضيف لاير واللاير دي انا اقدر ان انا ايه اعمل لها بلند. فهنلاقي هنا عندي قائمة اهو البلند بنفس الشكل الاتي ده كده، ده مثلا النورمال كل الفيتشرز اهو، ان انا اقدر ابلند لاير او حاجة فوق الايه فوق الشكل اللي احنا ايه شغالين عليه. فزي ما انتم شايفين اهو، مش بس كده، ده انا الاوباسيتي بتاعتي نقدر ان احنا اهو زي ما انتم شايفين نقدر ان احنا نتحكم فيها. فده بيديني زي فول كاستمايزيشن بديل عن الفوتوشوب، ان انا اقدر وانا شغال هنا كل السين بتاعي وكل الفيتشرز بتاعت السين بتاعتي تبدا ان هي ايه تتعدل. يعني مثلا اهو برضو ده من اللايت ميكس، من الحاجات اللي احنا هنشوفها قدام اللي هي الاضاءه الخاصه بالاماكن دي. طبعا لو جينا بس بصينا للسين او المشهد على قد ما احنا بدأنا فيه غير ما احنا ايه نهينا فيه. مش بس كده، من الحاجات او من اكتر المشاكل اللي بتواجه المصممين او المعماريين وهم شغالين هي التعديلات بتاعت الكلاينت. الكلاينتس بعض الاحيان بيطلبوا تعديلات كتير جدا جدا جدا، ممكن يرجع يقول لك لا انا دي مش عارف ايه. فده بيحتاج ان انت يعني على الاولد فيرجنز ان انت تعمل لايت سيناريوز مختلفه واديتنج مختلف. لا، من الحاجات الجميله جدا في الفي ري فريم بافر الجديد ان انت تقدر ان انت تسيف كل الحاجات اللي انت عملتها دي. فانا ممكن اضغط سيف لللاير برقم صفر اهو، وهاجي هعمل ايه بقى، اروح جاي اعمل هنا كليك يمين ريست لكل الاجزاء دي، وابدا ان انا اخفي كل الايه الحاجه دي، ان انا اقف على كل حاجه وابدا ان انا اعمل لها ايه ريسيت، او ان انا ارجع الايه الفيتشرز بتاعتها للايه للجزء الايه الاساسي، او ريسيت بنفس الشكل الاتي ده كده. طيب يبقى انا عندي المشهد وعندي الايه الحاجه. طيب فرض انا عايز ارجع للايديتس اللي انا عملتها، هقدر ان انا اجي اهو من القايمه من هنا واضغط لود، انا سميناها صفر زي ما انتم شايفين اهو، رجع لي التون. فده بيديك فول كاستمايزيشن للحاجه. فانت لو انت هتقدم بروجكت انت خايف من البروجكت ده ان انت ممكن تحتاج ان انت تعدل في السين بتاعه، وكمان الكاستمايزيشن ايه يعني انت بتتحكم في اللايتس وبتتحكم في الايديتنج وبتتحكم في الريندر اليمنتس، يعني في حاجات كتير جدا انت بقيت تقدر ان انت تتحكم فيها بمجرد ان انت تسيف فايل صغير جدا. فده هيوفر وقت كتير جدا، كل اللي انت محتاجه تظبط الكاميرا بتاعت الشوت تكون متاكد